دلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد الذراع الاقتصادي والمالي لتجمع البريكس، معالي السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الهيئات الدولية، السيدات والسادة الحضور، في البداية اسمحوا لي أن أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسيادتكم جميعا، وتمنياته بأن يكون هذا المحفل الهام مثمر وبناء إن شاء الله لخدمة كل الدول العضوة في تحالف البريكس وبنك التنمية الجديد. وإنه لمن دواعي اعتزازنا أن يقع اختيار بنك التنمية الجديد على جمهورية مصر العربية لتكون أول دولة من أعضاء البنك يعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها سواء من خلال نوافذ تمويلية ميسرة أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص مثل المشاركة في رأس المال وتقديم التمويل الميسر والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يمثل عقد الملتقى فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر وأوجه التقدم المحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر وتشييد البنية التحتية، وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص. ونتطلع لعقد حوار فعال ومثمر حول الدور الهام للشراكات الاقتصادية جنوب جنوب، وبخاصة مجموعة البريكس بلس، في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ضمن إطار استراتيجيات تحقق المصلحة للجميع مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة. السيدات والسادة، يأتي هذا الملتقى في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة كان لها أثرها السلبي على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى والدول الأقل نموا على حد سواء، الأمر الذي يضيف أهمية كبرى للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنموية في ظل التراجع في سبل الحصول على التمويلات الميسرة وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة لارتفاع المخاطر وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة في مواجهة تلك التحديات. ومن هذا المنطلق فإننا مع تفهمنا الكامل للتحديات الدولية والحاجة للمزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي، فإننا على يقين بأنه من خلال تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا. ومن جانبنا فإننا نتطلع بمزيد من الأمل إلى الخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملة المحلية والاستفادة من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعماً للاقتصاديات الناشئة والدول النامية. السيدات والسادة، سعت مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أسهمت تلك التطورات الإيجابية في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من مستقرة إلى إيجابية، ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة. السيدات والسادة، إن حكومة جمهورية مصر العربية اتخذت
توجها منفتحا على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل. والتوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره بأنه معاد لأي جهة أو أنه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، حيث أن هذا التوجه الاستراتيجي إنما يهدف للعمل على المدايين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي الذي كان قد تم بناءه انطلاقا من معطيات لم تعد واقعية. وعليه فإننا نرى أن إنشاء البنك بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توصيط معايير مكحفة وغير منطقية. ومما لا شك فيه أن انضمام أعضاء جدد للبنك وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلا دوليا للبنك، خاصة أن عددا من الدول المنضمة حديثا تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي سيعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق أسيا. كما أن تواجد 3 من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيعزز الأمن الغذائي العالمي. السيدات والسادة، في ضوء المشاركة الرفيعة التي لمستها اليوم من هذا الحضور، فإنني على يقين بأن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر سيشهد حوارا متميزا وبناء وأفكارا مبتكرة تساهم في تحقيق ما نصب إليه من رخاء ونمو. كما أتمنى للسيدة روسيف زيارة مثمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدا، تطلع فيها على ما تم إنجازه من نجاحات. كما أتمنى لبنك التنمية الجديد المزيد من النجاحات، راجيا أن يأتي اليوم الذي نشهد فيه إنشاء أول مكتب إقليمي للبنك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بوابة البنك إلى أفريقيا وأوروبا وأسيا. وختاما أتمنى إقامة سعيدة لضيوفنا الكرام، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.